والدفاع في اليمن لضمان عدم حمل السلاح في يوم الاقتراع. ومن جانب آخر شهدت محافظات يمنية عدة مهرجانات انتخابية لدعم المرشح التوافقي في الانتخابات الرئاسية المبكرة عبد ربه منصور هادي. من جانب آخر حذر اليوم سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن حذر بعض الأطراف الجنوبية التي قد تمتنع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حذرها من استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية. أيضا قال السفير إن سفراء الاتحاد الأوروبي التقوا بجماعة الحوثي التي أعلنت مقاطعتها هذه الانتخابات، ولكنها التزمت أمام هؤلاء السفراء بأنها ستسمح لمن يريد بالإدلاء بصوته، وبأنها موافقة على المشاركة في جلسات الحوار الوطني المقررة بعد الانتخابات. في البداية توجه سفراء الاتحاد الأوروبي إلى صعدة للقاء قيادات الحوثيين، أما بالنسبة للانتخابات فإنها ستجرى بشكل طبيعي في صعدة، وقد أعلنوا أن مؤيديهم سيقاطعونها لكنهم سيسمحون للجميع بأن يدلوا بأصواتهم، وهذا جيد، وقد وافقوا على المشاركة البناءة في الحوار الوطني. في الجنوب الوضع أكثر انقساما، كما تعلمون بعض الأطراف قررت المقاطعة، والرسالة التي أوصلناها إليهم سواء أشاركوا أم امتنعوا فنحن لن نقبل بأي عنف ولن نتعامل مع أي فريق سيستعمل العنف لفرض أهداف سياسية. هذا وينقسم الشارع في جنوب اليمن بين مؤيد للمشاركة في الانتخابات وبين مقاطع لها، ووسط هذه الأجواء تتعالى أصوات مطالبة مجددا بدعوات للانفصال، انفصال جنوب اليمن عن اليمن كله. وقد علت بعض الأصوات في يمن تحديدا وفي بعض المحافظات الجنوبية بمقاطعة هذه الانتخابات، وجرت الإشارة إلى رفض الحصاد السياسي الذي أنتجته ثورة جراء المبادرة الخليجية. الشارع الجنوبي ليس موحدا بشأن الموقف من انتخابات الرئاسة اليمنية. في عدن ثمة من أعادته سنوات الحكم بعد الوحدة إلى المطالبة اليوم بالانفصال. الحراك الجنوبي الذي قال قبل 5 سنوات لا في وجه نظام علي عبد الله صالح لا يرى في انتخابات الرئاسة نفعا. انظروا إلى تجربة الأعوام 18 الماضية باعتباره احتلالاً يجب أن ينتهي. إنهاء معاناة الجنوبيين أولوية تفوق بالنسبة لهؤلاء أولوية بناء الدولة اليمنية، ويعتبرون أن الحصاد السياسي لثورة اليمنيين في الربيع العربي تجاهل قضيتهم وهي الأساس بالنسبة لهم. أتمنى الثورة في الشمال أن تنجح وأن تتحقق مطالبها، لكن مطالبنا أخرى وهي واضحة منذ 2007. مطالبنا هو استعادة دولتنا وفك الارتباط بالجمهورية العربية الأممية. شارع آخر في عدن يقوده شباب الثورة ويدعو إلى المشاركة مستندا إلى أن يوم 21 من فبراير يؤسس لمرحلة جديدة يجب أن يشارك فيها الجميع. الصوت هنا يرى في نظام صالح خصما لكل اليمنيين بما فيهم الجنوبيون، ولا يخفي مؤيدو الانتخابات مخاوفهم من انزلاق دعوات المقاطعة إلى مربع العنف. إذا أردتم المقاطعة فلتكن مقاطعة سلمية وحضارية بحيث لا تشوهوا صورتكم ولا تشوهوا صورة أبناء عدن وأبناء الجنوب بأنهم أناس يعني يمارسون التقطع ويمارسون العنف والقوة. نريد أن نقول أن يوم 21 فبراير يوم ثوري، يوم حرية. المواقف من انتخابات الرئاسة تتأرجح بين مؤيد ومعارض في حاضرة الجنوب، وثمة خوف من موقف ثالث يتسلل إلى مشهد الانتخابات عبر أفعال وتصريحات تسعى إلى فرض المقاطعة باستخدام القوة. دعوات للمشاركة في الانتخابات وأخرى للمقاطعة، خصوصية القضية الجنوبية حاضرة في الثورة والسياسة، والمأمول هنا أن يعبر الجميع عن موقفه بلغة لا عنف فيها. حسن الشوبك، الجزيرة، عدن، جنوب اليمن. ومعنا السيد محمد غالب أحمد القيادي في اللقاء المشترك، وهو أيضا رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الاشتراكي اليمني. سيد محمد، وأنت جنوبي، برأيك الجنوب سيتجه إلى بمعظمه إلى مقاطعة الانتخابات أم إلى المشاركة بها؟ شكرا جزيلا. أولا في البداية أترحم على أول شهيد من شهداء الثورة الشبابية السلمية، وهو الشهيد محمد علي شاعن، وهو من أبناء عدن الذي استشهد يوم 16 فبراير. أنا اليوم
أمثل الحزب الاشتراكي اليمني ولا أمثل الجنوب، وبالتالي فأنا يمني اشتراكي ومن الجنوب جغرافيا. ولكن كجنوبي بحسب معرفتك بالجنوبيين بالمناخ العام السائد هناك، ماذا تتوقع؟ أنا أشعر بأننا الآن نقطف أول ثمار ثورة الشبابية الشعبية السلمية التي شارك فيها اليمن شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وبالتالي نأمل أن الأمور هذه الخطوة تصير بشكل طيب، وبالذات عدم استخدام العنف. من حق الناس أن لا يشاركوا وأن يقاطعوا الانتخابات، ولكنني أنصح كل أعزائي في الحراك السلمي الذين أقبل جباههم وأترحم على شهداء الحراك السلمي أن يضعوا بنادقهم في بيوتهم وأن لا يتقطعوا في الطرقات، لأنهم بعد 21 سيطلق عليهم رقم واسم آخر غير الحراك السلمي. فأنصحهم أن لا يجرحوا القضية الجنوبية ولا الحراك السلمي بالتصدي للمواطنين ومنعهم بالقوة من أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات. يعني تخشى من حملهم السلاح؟ أنا أخشى على البلاد كلها، لأن حمل السلاح لا يتم. الحراك الجنوبي بالتحديد. الحراك الجنوبي السلمي هو أول ثورة في الشرق الأوسط بدأت في 2007 سلمية بالكامل، وكان وجاءت الثورة الشبابية في اليمن عموما واعتبرت الحراك السلمي هو المدرسة الأولى. القبائل في شمال اليمن امتنعت عن حمل السلاح احتراما لمدرسة النضال السلمي في الجنوب، وبالتالي ما دام القبائل المسلحة في الشمال قد احترمت الحراك السلمي ورفضت السلاح، من العيب أن يحملوا سلاحهم في الجنوب. يحيى غالب وهو شقيقك دعا بالأمس إلى أو قال صراحة أن الجنوب سيقاطع، وهو من قيادي الحراك الجنوبي. أنا لم أسمع. لم تسمع شقيقك؟ لم أسمع المقابلة، ما كانش عندنا كهرباء. لا يمكنك الاتصال بشقيقها يعني التأكد من موقفه؟ لم يكن عندي أنا كهرباء حتى أسمع. أسمعت منك الآن، ويعني ليس هنالك اتصال على الأقل على الهاتف بينك وبين شقيقك؟ هذا سؤال شخصي، نحن في مقابلة رسمية. يعني سياسيا لا تعرف ما الذي قاله؟ لا أعرف. لا علم لديك؟ لا علم لدي ماذا قال. يقول هو حر. طيب، جزء من الحزب الاشتراكي وأنت قيادي فيه يتعاون مع الحراك، هل أنت على اطلاع على الأقل على هذا التعاون؟ ليس مسألة تعاون. الحزب الاشتراكي اليمني هو الحاضن الرئيسي للحراك السلمي الجنوبي، ونحن نعلنها بملء أفواهنا، ومعظم الشهداء والجرحى والمعتقلين والملاحقين هم من قيادات وأعضاء الحزب الاشتراكي اليمني، ولذلك نحن لا ننكر أننا كنا الحاضن الرئيسي ولا زلنا في مقدمة الحراك السلمي وليس الحراك غير السلمي. طيب ماذا عن دوركم، لأن الموقع على الإنترنت للحزب الاشتراكي دعا للمقاطعة أو تحدث في كثير من الأحيان عن المقاطعة؟ هذا غير صحيح. هذا موجود على الإنترنت، لست مطلعا عليه أيضا؟ اقرأي بيان الأمانة العامة الذي صدر أول أمس وقبله بيوم، ودعا إلى المشاركة الفعالة وعدم الالتفات إلى أي دعوات للمقاطعة من أي جهة كانت. هل يمكن أن يكون هنالك آراء مختلفة داخل الحزب الاشتراكي؟ ممكن، هذا ممكن، ولكننا نلتزم بالأخير لقرار الهيئات القيادية ولقرار الشارع في الأخير. يعني طب هنالك اتهامات بتعاون الحزب الاشتراكي مع الحراك ومن ورائه مع إيران نفسها وتسريب الأسلحة للحراك الجنوبي. نحن في الحزب لنا هذا الشغل، هكذا يقال. هذا ليس شغلنا، نحن ليس شغلنا في الحزب الاشتراكي اليمني. ولكن قلت هنالك آراء متعددة، قد يكون أحد من رأي مختلف. لا يمانع التعامل مع الحراك وإيران. أنا ليس لي دخل في هذا الكلام ولا لنا دخل في الدول، نحن نتعامل بدستور الجمهورية اليمنية. وإيران كانت علاقتنا بها طيبة أثناء العدوان العراقي عليها، ولا نتوقع أن إيران سوف تجازينا بأشياء غير طيبة. يعني شكرا جزيلا لك محمد غالب أحمد القيادي في اللقاء المشترك. والآن سوف ننتقل إلى تعز مع مراسلنا حمدي البكاري. حمدي، بماذا توافينا اليوم عن المهرجانات الانتخابية التي جرت في تعز، جرت في محافظات أخرى أيضا، لكن في تعز تحديدا ما كان النشاط اليوم؟ نعم غدا، يبدو أن التوجه الآن يتجه إلى أرياف تعز التي تشمل ما يزيد عن 30 دائرة انتخابية. الكتلة الانتخابية الكبيرة تبدو في ضواحي وأرياف تعز، أكثر منها في المدينة. اليوم أحزاب المشترك وكذلك حزب المؤتمر الشعبي العام نظموا مهرجانا كبيرا في منطقة اسمها الشمايتين، مديرية الشمايتين، تضم 4 دوائر على الأقل. هذا المهرجان كان حاشد
كان حاشدا وحضره الكثير من التكتلات، منها تكتل المنشق التكتل تكتل الأحرار المنشق عن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أعلن تأييده لعبد ربه منصور هادي. بحسب كثير من المصادر حضره أيضا كثير من الشخصيات المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام التي اعترفت ربما لأول مرة بالثورة، منها وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان الذي خاطب الجمهور قائلا بأن لولا الثورة لما تحقق مثل هذا اليوم، يوم 21 من فبراير هنا في المدينة. في الحقيقة لا تطغى صور عبد ربه منصور هادي على المحلات والواجهات والمرصقات الدعائية، بل الذي يطغى هو الدعوة للمشاركة في الانتخابات بطبيعة الحال هذه المدينة، لأنها ربما تعرضت لكثير من القصف وأعمال العنف ضد شباب الثورة. هناك مخاوف من أن ترتفع نسبة المقاطعة، ولذلك تتركز الحملة الانتخابية على الدعوة والتحشيد للمشاركة في يوم الاقتراع وليس للترويج لعبد ربه منصور هادي، حتى أن شباب الثورة بينهم مشاركون في العملية الانتخابية، مشاركون في عملية الاقتراع، يرفضون أن تعلق أي صورة لعبد ربه هادي منصور في ساحة الحرية، حتى أننا كنا نسمع بعض الأصوات بأن هذا الموضوع شأن يخص الأحزاب السياسية فقط ولا يخص شباب الثورة. على مستوى دعوات المقاطعة، مقاطعة الانتخابات، هناك تواجد لبعض الشخصيات لبعض التكتلات من شباب الثورة، تقول هذه التكتلات بأنها ستنظم غدا مسيرة لرفض المقاطعة، كما ستنظم يوم الاقتراع ذاته زيارة إلى مقبرة القتلى من ضحايا الثورة. هذا كل ما هنالك في المدينة حتى الآن غدا. شكرا جزيلا لك من تعز حمدي البكاري. وبعيدا عن المواقف الرسمية السياسية ومواقف الأطراف والقيادات من الانتخابات، كيف يعيش المواطن العادي في اليمن؟ كيف يقضي يومه؟ كيف يقتات وكيف يكسب رزقه اليومي؟ كنت قد زرت في صنعاء في العاصمة اليمنية باب اليمن، حيث هنالك سوق شعبي، وقد استطلعنا آراء بعض المواطنين هناك، وشكوا لنا من الأزمة الاقتصادية، من الفقر، من البطالة، ومن الغلاء والفساد حتى. هنا باب اليمن في وسط العاصمة اليمنية صنعاء أو مدينة سام التي تعتبر من أقدم المدن في العالم. داخل هذا الباب تقع صنعاء القديمة، وفي الداخل يمكنكم أن تجدوا أحد أشهر وأقدم الأسواق الشعبية اليمنية. في هذه الأسواق تبدو الحياة طبيعية بالنسبة للمواطن اليمني، بعيدا عن ساحتي 60 و70 الملتهبتين سياسيا، رغم أنهما لا تبعدان سوى كيلومتر واحد من هنا. لكن كتف صنعاء القديمة هذه حمل ملمحا سياسيا يعد الناس بأنه يؤسس ليمن جديد، يمن تحديات بنائه وتجديده تبدو ضخمة. وضع الاقتصادي متدهور، نحن فقراء مساكن في الشوارع بسبب الفساد والغلاء. Thank you. الوضع على حتى الآن يعني تحت الصفر. ما فيش واحد في الجمهورية اليمنية إلا هو مشتكي من الأزمة هذه، سواء عن طريق انقطاع الكهرباء، عن طريق الوضع الاقتصادي، إن في ناس عارفهم إنهم ما عاد قدروش عاد يستلموا إيجار للبيوت يعني اللي هم ساكن فيها، ما عاد يقدروش حتى يسددوا الكهرباء. متوسط دخل المواطن اليمني سنويا لا يتعدى 800 دولار، ولكن 60% يعيشون تحت خط الفقر، أي بأقل من دولارين في اليوم. والبعض يرى أن سبب مصيبته الاقتصادية هو الأزمة السياسية التي حلت بهم. نفسي بلاد أنه ما يحدث فيها مشاكل، ضرر الاقتصاد أنه ينهار. وعلى رغم حدة هذه الأزمة السياسية وضخامة الكارثة الاقتصادية بدون كهرباء وأحيانا بلا ماء، يمضي اليمنيون في التفاؤل بمستقبل أفضل يبقى فيه السلاح داخل غمده. غادة عويس، الجزيرة، صنعاء. وعلى أمل اللقاء في نافذة أخرى من هنا من العاصمة اليمنية صنعاء ومن وراء مدينة الليل، أعود إلى ليلى وحسن في الدوحة.